جاي نبلش بالحركة مع البطن إنه بننزل على الصدر هنا إنه بننزل على الامتون من نام من نام وننزل على الركبة. قبل الكورونا نعم نجي نسبح بالحمام كل اسبوع، كل اربعة ايام، كل خمسة ايام، كل جمعة مرات. على مود دلاك دل كنا نظافة وصخة طلية. نطلع الدهون عن الجسم، وبعدين من يطلع الدهن النوم صابون مساج وليفة. يعني ترخي الأعصاب، نسمات كلها تنفتح، يعني هواي شغلات بي، كلش هواي. إضافة إلى هذه الشغلة يعني ترتاح جسمك كله، يرتاح نفسيتك ترتاح. هذا الحمام تأذينا بشغله واحده بس من سد زمن الكورونا، صراحه تأذينا. يعني تعرف الحمام بالبيت مو مثل هنا الحمام الموجود.